ما يقدر علي خيره لغيره. قالوا زمان دنيا دنيا الضرورة، قلنا واللي يتغلطه ويخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر ويوم ألف صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. ايه معنى دنيتنا وغاية حياتنا اذا بعنا فطرتنا البريئة الرقيقة؟ وازاي نبص لروحنا جوه مراياتنا اذا احنا عشنا هربانين من الحقيقة؟ قالوا زمان دنيا دنيا ضرورة، ما يقدر علي خيره لغيره. المال تجيبه الريح وتاخده الهوايب، أما البنون يوم الحساب بيفوتونا. مال إيه ده لو كان مال قارون كله زايد، ولا غير عمايل الخير يا هوهن.